دلوقتي هنعمل الوصفة التانية بتاعتنا، وهي البط بالبرتقال. احنا هنا عندنا صدور بط، طبعا بتجيبوا صدور بط على حسب عدد افراد الاسرة، وعندنا برتقان. احنا هنديكم الوصفة على اساس ثلاث صدور بط. هنعوز كوباية عصير برتقان، وهنعوز بشر برتقان، عايزة بيه الزنجبيل طازة مفروم، وعايزين عسل، قرنفل، ورق لورا، بصل مفروم، روزماري، بطاطس ورز أبيض كده للتقديم. أول حاجة هنعملها عايزين ناخد البط اللي عندنا، وهنبتدي نحزز البط ده. هنعمله، خلينا نعمل 3 بطات مثلا، 3 صدور. هقطعه دلوقتي، هناخده ونحطه على الطاسة السخنة من غير ولا أي دسم خالص، هو هينزل دسم كتير فهنحطه زي ما هو. طبعا مسخنين كمان الفرن، بس أنا عايزة أحمر الجلد وبعدين هحطه في الشواية، هحطه في الصينية قصدي، وبعدين هندخله الفرن. شايفين بقى الدهن اللي بينزل منه، فأنا مش مضطرة خالص أحط له أي دهن. شايفين قد إيه الدهن اللي عمال ينزل؟ خلاص كفايه كده، برضو هحط شويه ملح وفلفل على الوش. دلوقتي هحطه في الفرن على درجة حرارة 200، هيقعد تقريبا يعني تقريبا 25 دقيقة. نرجع بقى تاني هنا لل عايزين حاجة فاضية، يعني أنا مش عايزة الدسم ده كله، فعايزة أتخلص منهم تقريبا، وهستعمل نفس الطاسة بس علشان النكهة، بس مش عايزة كل الدسم اللي موجود ده، فهخلي بس يعني هخلي كده اللي فضل في القاع. وهاخد دلوقتي معلقة صغيرة من الزبدة وهبتدي أعمل الصوص بتاعتنا، بس معلقة صغيرة مش أكتر. الصوص بقى هي اللي فيها نكهات كتير ولذيذة. هنحط أول حاجة الثوم، وزي ما قلنا كتير مهم إن احنا نستعمل نفس الطاسة اللي عملنا فيها البط، بس بشيل الدسم وبسيب يدوب اللي فضلوا في الطاسة تحت منهم علشان يديني نكهة البط كده من بعيد، يعني ما يبقاش كله معمول في دهن بط. هنحط الثوم وهنحط الزنجبيل، هنحط القرنفل،
وهنحط اليانسون العسل وعصير البرتقال واللورة النار هادية على فكرة معلقة مليانة جدا من العسل دلوقتي بقى نحط عصير البرتقال هحط عصير البرتقال وهسيبه يتخثر يتخفر خالص هسيبه على نار هادية كل ده عايزاه انا المكونات تتجانس كده مع بعضها والنكهات تدخل في بعضها فهسيبه على نار هادية لغاية ما الصوص دي تقل وتتكثف وكده هتبقى الصوص عندي مظبوطة في الاخر خالص هظبطها بالملح والفلفل طيب هنا عندنا البطاطس بس هرش عليها هحط عليها شوية زيت زيتون احنا حطينا روزميري انا اسفه مش ينسون مش عارفه ليه بقول ينسون وهو مش ينسون خالص هحط شويه زيت زيتون بس على البطاطس اللي عندنا شويه ملح شويه فلفل وشويه روزميري برضو هاخد بقى البطاطس دي وهحطها على الشواية خلاص دلوقتي احنا كده جهزنا بالمكونات اللي عندنا ناقص بس برش البرتقال او بشر البرتقال هنحطه بعد ما الصوص دي تتكثف دلوقتي انا حطيت البرتقال بس يا دوب شويه صغيرين جدا على الشوايه عشان خاطر بس كده يشم الشوي ويعمل حزوز كده لطيفه على فصوص البرتقال وهطلعه ونقلب البطاطس اللي عندنا هي هتتشوي وانا حطاها على درجة حرارة 7 يعني انا اعلى درجة حرارة عندنا 9 انا حطيتها على 7 علشان تتشوي براحتها